نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ورد أسماء الملائكة مثل اسم جبريل وإسرافيل وملك الموت، وقد ورد قيل أن اسم ملك الموت عزرائيل، فهل هذا صحيح أم لا؟ الملائكة عليهم الصلاة والسلام وردت أسماء بعضهم مثل جبريل الموكل بالوحي، وإسرافيل الموكل بنفخ الصور، وميكائيل الموكل بالقطر والنبات، يعني بالأمطار ونبات الأرض. وهؤلاء الثلاثة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكرهم في استفتاح صلاة الليل، فيقول إذا استفتح صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك بما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وإنما كان يتواصل بهؤلاء الثلاثة لأن كل هؤلاء الثلاثة كل واحد موكل بما فيه حياة، فجبرائيل موكل بما فيه حياة القلوب، وميكائيل موكل بما فيه حياة الأرض، وإسرافيل موكل بما فيه حياة الأبدان إذا نفخ في الصور، لأنه هو موكل بالنفخ في الصور. وأما ملك الموت فإنه لا يصح تسميته بعزرائيل، وإنما يقال فيه ملك الموت كما قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن اسمه عزرائيل. وأما مالك خازن النار فقد جاء في القرآن: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. نعم.